هذه أبرز عناوين اليوم من أوزارب ميديا. محافظ بعلبك يتحدث عن غارات عنيفة على المدينة التاريخية شمالي لبنان. السعودية تشترط إقامة الدولة الفلسطينية للمضي في التطبيع مع إسرائيل وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. التعادل الإيجابي يحسم موقعة الكرخ والجوية في دور النجوم. مقتل 63 شخصاً إثر فيضانات عارمة في إسبانيا. النجمة السورية أصالة أيقونة الشرق تطرب الجمهور في سلطن عمان. شكراً لمتابعتكم، لقراءة المزيد، زوروا موقع أوزارب ميديا. هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى مزيد من الزبائن من خلال رعاية عناويننا اليومية؟ اتصلوا بنا لمعرفة المزيد.